من التلفزيون العربي في لندن، وفيها جولة جديدة من المحادثات السورية تبدأ في جنيف اليوم، ولا توقعات لحدوث اختراقات حقيقية. الجيش العراقي يواصل عملياته لاستعادة ما تبقى من مناطق في مدينة الموصل. ووزير الخارجية الأمريكية في جولة خليجية لبحث الأزمة الخليجية وحصار قطر. بكم، تبدأ اليوم في جنيف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية برعاية أممية. وقد وصل إلى جنيف وفد المعارضة السورية تمهيدا للمشاركة في هذه الجولة من المحادثات التي تضمن جدول أعمالها قضايا الحكم الانتقالي والانتخابات وملف الإرهاب والدستور. وأعرب عضو الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي أعرب عن أمله في أن تخلص الجولة الجديدة من المحادثات إلى نتائج ملموسة، رغم أن التوقعات منخفضة جدا بحسب تعبير العريضي. وبشأن اتفاق الهدنة في الجنوب السوري، عد العريضي الجانب الأمريكي جادا في التوسط من أجل وقف إطلاق النار، ودعا إلى توسيع نطاقه ليشمل مناطق أخرى من سوريا. أفاد ناشطون أن قوات النظام السوري خرقت 9 مرات اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، وذلك منذ بدء سريانه منتصف نهار أمس. وقصفت قوات النظام بالدبابات الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا، كما قصفت بالهاون وراجمات الصواريخ مدينة طفص وبلدات صيدا والنعيمة واللاجات في ريف درعا. وفي ريف القنيطرة تعرضت بلدة أوفانيا وتلة الحميرة للقصف بالرشاشات والمدفعية الثقيلة. يذكر أن كل من واشنطن وموسكو وعمان كانت قد توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد بين قوات النظام وفصائل المعارضة في جنوب غرب سوريا. اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في سوريا ليس بالأمر الجديد، فقد سبق هذا الاتفاق اتفاقات عدة سرعان ما انهارت لتعود أطراف الصراع في سوريا للتنحر. غير أن الاتفاق الحالي هو أول نتاج روسي أمريكي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي دشنت بذلك أول مشاركة جدية لها في عملية السلام في سوريا. جاء إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 في هامبورغ بألمانيا. مصادر من المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان أجمعت على أن الاتفاق ما زال ساري المفعول رغم مناوشات طفيفة في درعا والقنيطرة ما فتأت أن هدأت. ينص الاتفاق على انسحاب قوات النظام والميليشيات الموالية لها وانسحاب فصائل المعارضة من خطوط التماس في كافة المحاور، وانتشار قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام في هذه الخطوط على أن تتكفل فصائل المعارضة الداخلة في الاتفاق بحماية المنشآت العامة والخاصة، وخروج كل من لا يرغب بالاتفاق وانسحاب كامل المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية، وتجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعا من الأردن. وبالتوازي لم تكن الجبهات المندرجة في هدنة أستانة على نفس حال الجنوب، إذ استمرت الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في عين ترمة على أطراف الغوطة الشرقية لدمشق، كما في أقصى ريف حما الجنوبي في محيط بلدة زارة. ونبقى في الملف السوري، حيث قتل 3 مدنيين وجرح آخرون في قصف لطائرات النظام السوري استهدفت مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وكانت طائرات النظام قد قصفت أمس مدينة المحسن شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة. كما قتل مدني وجرح آخرون أمس في غارات لطائرات النظام على بلدة شميطية في ريف دير الزور الغربي. هذا وتتواصل المعارك بين قوات النظام السوري ومقاتلي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، الذين يحاولون بسط سيطرتهم على دير الزور بعد حصار معقلهم في الرقة. أفاد قائد وحدات النخبة في الموصل الفريق عبد الوهاب الساعدي، أفاد للتلفزيون العربي بأن عدد من تبقى من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في آخر معاقله بجوار نهر دجلة لا يتجاوز 200 مسلح محاصرين في مساحة جغرافية صغيرة. وأضاف الساعدي أن التنظيم يحتجز العشرات من العائلات في هذه المنطقة على أطراف المدينة القديمة. هذا وتخوض القوات العراقية اشتباكات قوية مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في إطار تقدمها لاستعادة آخر مواقع التنظيم في غرب الموصل. طاهر ماهر والتفاصيل. لم تعد الرايات السود ترفرف على ضفة نهر دجلة المجاور لمدينة الموصل القديمة،
هنا يلتقط جنود وحدات النخبة صورا تذكارية بعد ساعات على بسط سيطرتهم على منطقة الميدان. العمليات الخاصة الثانية في المدينة القديمة وأكمل بالكامل وصولا إلى نهر دجلة، ومثل ما لاحظتوا تم رفع العلم العراقي على ضفاف نهر دجلة بسواعد الأبطال. كاميرا العربي تجولت في الحي وما أن تلتفت يمينا أو شمالا حيث يبرز الدمار الذي غيب معالم الحي وحول منازله إلى كومة حجارة هنا أو هناك. هاي أعلامهم قلبناها وأعلام ربهم عنها إن شاء الله كلها هاي ترجع لهذه كسرهم آخر أعلام داعش. إيش هذا آخر علم؟ آخر علم داعش. يقول قادة وحدات النخبة إن أكثر من 30 من عناصر التنظيم فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة لإعاقة الهجوم على حي الميدان. القوات العراقية تحكم الطوق حول منطقتي الإقلاعات والشهوان تمهيدا لطي الصفحة العسكرية في عموم الموصل بعد 9 أشهر من العمليات العسكرية في المدينة. طارق ماهر، التلفزيون العربي، من المدينة القديمة في مركز الشطر الغربي من الموصل. ومعنا من الموصل القديمة مراسلنا طارق ماهر. طارق، كيف تبدو الأوضاع الميدانية في المدينة وما هي المحاور التي تدور فيها الاشتباكات؟ قيادة العمليات المشتركة وزعت الأدوار بمناصفة بين وحدات النخبة التي كلفت باقتحام حي الإقلاعات، لكن هذا الاقتحام لم يتم لحد الآن، بينما تم تكليف الفرقة 16 في الجيش العراقي بتطويق وإحكام الطوق حول منطقة الشهوان المجاورة، وبالتالي هاتان المنطقتان تحكم القوات العراقية الطوق عليهما، فيما يواصل خبراء الهندسة العسكرية تفكيك ما تبقى من المنازل المفخخة والعبوات الناسفة في محيط هذين الحيين. بالتالي هنالك إجراءات عسكرية تجري على قدم وساق في محاولة لإكمال الاستعدادات التي تسبق الهجوم العنيف الذي سيتم من محورين، من محور وحدات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب في الجهة الغربية وتحديدا في حي الإقلاعات، وهنالك الفرقة 16 التي تتقدم في المحور الشمالي. ميدانيا هذه الإجراءات تتواصل بدعم وإسناد من مقر قيادة العمليات هنا في منطقة العريج جنوبي مدينة الموصل، حيث يتم تسيير الطائرات المسيرة منذ فجر هذا اليوم ولحد الآن في محاولة لكشف مواقع وتحصينات من تبقى من عناصر تنظيم الدولة. وفي هذا الصدد أكد قبل قليل الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد وحدات النخبة للتلفزيون العربي بأن كل من تبقى من عناصر التنظيم لا يتجاوزون 150 عنصرا تم حصرهم في هاتين المنطقتين المجاورتين لضفة نهر دجلة، علما أن الاقتحام قد يتم في أي لحظة وفقا لقائد وحدات النخبة. هذا بالنسبة للتطورات في الملف العسكري. أما بالنسبة للملف الإنساني فهنالك أكثر من 100 عائلة ما تزال محتجزة في هاتين المنطقتين، ربما تكون الأعداد أكبر وفقا للقادة الميدانيين نظرا لشحة المصادر في الجهة الأخرى وتحديدا في معسكر ما يعرف بتنظيم الدولة. لكن القوات العراقية تحاول أن تحسب ألف حساب لوجود المدنيين قبل البدء أو الشروع بالهجوم الواسع الذي سيتم فيه إكمال بسط السيطرة على كامل الرقعة الجغرافية للجهة الغربية من مدينة الموصل. نعم، أشكرك طارق ماهر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الموصل. قتل عدد من أفراد المقاومة الشعبية والقوات الحكومية وأصيب آخرون جراء إطلاق الحوثيين وقوات صالح صاروخا على موقعهم في شرق مديرية المخا بمحافظة تعز. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وقوات صالح أن صاروخا من نوع زلزال أطلق بالتزامن مع معارك عنيفة شهدتها منطقتي يختل في مديرية المخا والهاملي في مديرية موزع، وهو ما دعا القوات الحكومية إلى استدعاء المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقتين. ومعنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، ما هي آخر التطورات الميدانية وخاصة في مدينة تعز؟
نعم، حتى الآن تتواصل الاشتباكات العنيفة ما بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والمقاومة التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى وسط المدينة في أحياء مختلفة من المدينة وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، المعارك بين كر وفر بين الجانبين، وصل تبادل كذلك للقصف قصف مدفعي في الجبهة الغربية للمدينة. هناك كذلك اشتباكات تدور باتجاه منطقة حيفان وهي تابعة لمحافظة تعز باتجاه منطقة طور الباحة التابعة لمحافظة لاحق ما بين الطرفين، أسفرت كذلك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، وهناك كذلك قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، حيث يحاول الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إحكام السيطرة على المنطقة ومنطقة طور باتجاه محافظة لاحق جنوب اليمن. باتجاه المنطقة المخا الساحلية على البحر الأحمر لا زالت المعارك تدور في مناطق موزع والمازعية ومناطق أخرى في تلك الأمكنة بالتزامن مع غارة مكثفة لطيران التحالف على مواقع الحوثيين في المنطقة. هناك كذلك اشتباكات باتجاه شمال شرق اليمن وبالتحديد في محافظة الجوف وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرف وتعد من أعنف المعارك التي تدور في مديريات المتون والمصلوب وكذلك مديرية خب والشعب وهي تابعة لمحافظة الجوف. هذا اليوم كانت أعنف الغارات التي شنها طيران التحالف هي على محافظة الحديدة ومديريتها وهي على البحر الأحمر وهي تقع غرب اليمن. نعم مراسلنا نبيل اليوسفي كنت معنا من صنعاء، شكرا لك. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ريكس تيلرسون سيبدأ جولة اليوم تستغرق 4 أيام يزور خلالها الكويت وقطر والسعودية لإجراء محادثات مع قيادات خليجية. وتهدف زيارة تيلرسون على ما يبدو إلى السعي لإحراز تقدم نحو حل الأزمة بشأن العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على قطر. وتأتي هذه الزيارة بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس أجرى محادثات مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في محاولة لتسوية سلسلة الخلافات بشأن قضايا من بينها الأزمة السورية والمحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا العام الماضي. أعرب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود الثاني أعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد القطري على مقاومة خطط عزلها اقتصاديا من قبل الدول المقاطعة. وقال الشيخ عبد الله بن سعود الثاني أن دولة قطر تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار أمريكي يكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات. وأضاف المسؤول القطري في مقابلة لمحطة CNBC أن قطر تتبنى نظاما ماليا فريدا وقوانين ضد كل أشكال الإرهاب، وأكد أنها تتعاون بشكل دائم مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى في عمليات التدقيق والمراجعة. أثنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة على الطريقة التي تعاملت بها قطر مع الأزمة الناجمة عن قرار مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأعربت بن سودة خلال لقائها في الدوحة بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أعربت عن أسفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الحصار. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إشادتها برد فعل قطر دولة قطر التي طلبت دول الحصار بتقديم البراهين والأدلة على مزاعمها، وقالت أن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات. وأعربت بن سودة أيضا عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المحكمة العليا في لندن ترفض مسعا لوقف مبيعات أسلحة بريطانية للسعودية. أهلا بكم من جديد. رفضت المحكمة العليا في لندن طلب نشطاء أن توقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة عدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب اليمن. وقالت المحكمة العليا في حكمها تم رفض طلب المدعي النظر في القضية.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بذريعة محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية لأن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال واصطدم بعمود للكهرباء ثم ترجل من السيارة محاولا طعن أحدهم، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه ما تسبب في إصابته بجروح وصفت بالخطيرة، ليعلن في وقت لاحق استشهاده متأثرا بجروحه، في حين أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالمتوسطة. اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية وفصائل مسلحة تدعم حكومة الإنقاذ المنحلة برئاسة خليفة الغويل في منطقة القرابولي شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أفاد به شهود عيان. وأغلقت الكتائب المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الطريق الساحلي في تاجوراء شرقي العاصمة، وأقامت حواجز رملية لمنع تقدم منافسيها. وكانت حكومة فايز السراج التي تحظى باعتراف دولي قد حذرت في الأيام السابقة مجموعات وصفتها بأنها خارجة عن القانون، حذرتها من الاقتراب من العاصمة طرابلس. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار، بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية في مواجهة العزلة من جانب جيرانها في الخليج. وأضاف أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطات نقدية تبلغ 40 مليار دولار، كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيرها في أي وقت. أشار يورومونيتا في تقرير الأخير إلى أن القطاع السياحي الخليجي سينمو بشكل مضطرد لتصل قيمته الإجمالية إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2020. وأشار التقرير إلى أن النشاط الخليجي المتنامي في تنظيم المعارض الدولية في مقدمتها إكسبو 2020 يجعل من الدول الخليجية وجهة سياحية عالمية متنامية. أعلنت السعودية خططها الضريبية الجديدة المتضمنة ضريبة على الحجاج المحليين بقيمة 106 دولارات. وأكدت المصادر الحكومية أن الضريبة الجديدة ستمثل 30% من القيمة الإجمالية التي تقدمها الهيئات السياحية في تنظيم رحلات الحج. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عوض خطه التصاعدي من جديد في شهر يونيو حزيران، وارتفع إلى 28.9% بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ 6 أشهر في شهر مايو أيار إلى 29.7%. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر و1000 نقطة أساس خلال ما يقارب السنة ونصف السنة. تتجه الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم إلى الحصول على إمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن اشترت شركة النفط الهندية شحنة خام سيجري تسليمها في شهر أكتوبر تشرين الأول. والهند أحدث دولة آسيوية تشتري الخام الأمريكي بعد كوريا الجنوبية واليابان والصين وتايلاند وأستراليا وتايوان، مع سعيها لتنويع مصادر الواردات النفطية من مناطق أخرى بعد أن رفعت تخفيضات إنتاج أوبك أسعار خام الشرق الأوسط أو الخامات التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن حملته لإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني بالشراكة مع روسيا بعد أن واجه انتقادات حادة من الجمهوريين إثر إعلانه المشروع بعد لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان ترامب قد نشر تغريدات على تويتر قال فيها أن الوقت قد حان للعمل بشكل بناء مع موسكو، وذكر أنه أثار مع بوتين فكرة إنشاء وحدة أمن إلكتروني مشتركة قبل أن يعود ليعدل عنها في تغريدة أخرى بعد ساعات، واعتبر أنه لا يمكن لذلك أن يحدث. وأشار ترامب إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بقوله إن شيئا يمكن أن يحدث وقد حدث. في فرنسا، وعد وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو بإغلاق مفاعلات نووية قد يصل عددها إلى 17 مفاعلا. وبحسب هولو فإن الخطوة تأتي في إطار احترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الطاقة الذرية المستخدمة في إنتاج الكهرباء نحو 50% بحلول العام 2025. وكان الوزير قد قدم خطة مناخ تمتد طوال عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعطى عددا من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة، لكنه لم يفسر الخطة التي ستعتمدها حكومة إدوار فيليب من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ والتي تمثل حاليا ما يقارب 75% من إنتاج الطاقة الفرنسية. أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق شب في مبنى في منطقة كامدن ماركت بالمدينة. وقالت إدارة الإطفاء على تويتر أن الحريق بات تحت السيطرة الآن. وكانت قد أعلنت أن النيران امتدت إلى الطوابق الأولى والثاني والثالث وسطح المبنى، وأن 10 عربات إطفاء والعشرات من رجال الشرطة أو الإطفاء عفوا يحاولون التغلب على النيران. ولم يعرف سبب الحريق ولم يصدر أي شيء عن سقوط جرحى أو ضحايا. والآن إلى عالم الرياضة وأهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة. يعود لاعبو ريال مدريد الإسباني إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد فترة راحة استمرت 38 يوما منذ آخر مباراة لعبها الفريق أمام يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الملكي لديه أقل من 30 يوما للتحضير لانطلاقة الموسم الجديد الذي يلعب أول مباراة رسمية له يوم 8 من شهر المقبل أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في السوبر الأوروبي. حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد مصيره بشكل نهائي في ظل الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو خلال الصيف الحالي. وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن رونالدو قرر التخلي عن فكرة الرحيل مفضلا استكمال مسيرته مع الريال، ليضع بذلك حدا للشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن رحيله. فتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الباب أمام نجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعودة مجددا إلى صفوف الفريق خلال شهر يناير المقبل في حال تعافيه من الإصابة واستعادة لياقته البدنية. وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته مع الشياطين الحمر في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، واندهش زلاتان من حجم الاهتمام الذي وجده في المان يونايتد طوال الصيف وسيمنحهم الأولوية عند عودته من الإصابة. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي امتثاله لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين محليين أو أجانب خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي. وأكد النادي في بيان رسمي أنه غير معني بما يتم متداوله من أنباء غير صحيحة في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي عن قيامه بالتفاوض مع لاعبين لتسجيلهم في حال رفع حظر التسجيل المفروض على النادي. احتضنت تونس مهرجانا لمحبي الأفلام الكرتونية وألعاب الفيديو، وهي تظاهرة تسمى بالكوميك كون تقام للمرة الثانية في تونس. واستقطبت التظاهرة مئات الشبان وعددا من الجمعيات الناشطة في مجال تصميم ألعاب الفيديو وأفلام الكرتون، وذلك لاكتشاف المواهب الشابة واستثمار إبداعاتها. وسام الدعاسي والتفاصيل. توفد بعض هواة ألعاب الكرتون بأزياء أبطال هذه الأفلام فنالوا من شهرتهم نصيباً.
جمهور ما يعرف بمهرجان كوميكون سارع لأخذ صور تذكارية معهم، فرصة لا تتاح يوميا لهواة الأفلام الكرتونية وألعاب الفيديو. للعام الثاني على التوالي تقام هذه التظاهرة في العاصمة تونس. الحدث بدأ ترفيهيا وصار مناسبة تجارية. المعرض هذا مش فقط إيفنت اللي يعني يكون باش الناس تجي تعدي نهار جميل، لكن هو إيفنت باش الناس تقابل، ممكن الناس تنجم تخدم معاها، الناس تنجم تطور معاها مواهبها. ليست هذه مباراة كرة قدم حقيقية، فأبطالها من عشاق ألعاب الفيديو. فتح المهرجان أبوابه للجمعيات الناشطة في مجالات تصميم ألعاب الفيديو والكرتون للمشاركة في مسابقات لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها في هذا الفضاء الذي سمي بالحلبة. مسابقات باتت تحظى باهتمام كبير في صفوف الشباب على غرار ما هو عليه الحال في الدول الغربية. نحن نعطيهم كما نقولوا نحن لوبورتونيتي، نستدعوهم يجيو يجربوا هنا، بلكش انت تطلع بالحق موهوب وتلقى روحك تنجم تشارك وتلعب حتى في تظاهرات عالميه. لكن ثمه اهداف اخرى تتجاوز البعد الترفيهي في المهرجان. تظاهره ترنو الى وضع حجر الاساس لصناعه افلام الكرتون بلسان عربي فصيح يجذب صغار السن. جمعهم عشقوا ألعاب الفيديو والكرتون وفنوا إنجازها، هي تظاهرة ترفيهية لكنها أيضا تمثل فرصة لاكتشاف مواهب شبابية جديدة واستثمار إبداعاتهم في صناعة هوية كرتونية عربية يمكن أن تحد من الغزو الثقافي الغربي. أسامة الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. ومن تونس إلى إسبانيا وإلى مهرجان أقل فكاهة، حيث أصيب شخصان بجروح طفيفة في اليوم الرابع من مهرجان سان فيرمين السنوي الذي تطارد فيه عشرات الثيران مئات الأشخاص الذين يرتدون ملابس بيضاء مع مناديل حمراء حول رقابهم في شوارع بلدة بامبلونا الإسبانية، ويتوافد ألاف السياح من جميع أنحاء العالم ليركضوا أمام الثيران إلى جانب السكان المحليين، ما يجعل مهرجان سان فيرمين الأكثر شهرة بين أمثاله في إسبانيا خلال أشهر الصيف. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.